يا هلا. حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام الأدوية المقيدة الخاضعة للرقابة دون وصفة طبية، إذ تهدد بالإدمان ما ينتهي بصاحبها إلى الوفاة. وأكدت الهيئة على حسابها في تويتر أن الاستخدام المنتظم للأدوية المقيدة دون إشراف طبي يؤدي إلى اعتياد الجسم عليها، ما يستدعي زيادة الجرعة للحصول على التأثير ذاته، وهذا يهدد بالوفاة، مشددة على أن خلط بعض الأدوية المقيدة بالكحول قد يؤدي لتسمم الكحول وتثبيط الجهاز التنفسي.